يسرنا أن ينضم إلينا في استديو مركز الأخبار الأستاذ ناصر الأهلي، عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال البحرينية، رئيس مجلس العقار بالجمعية. أهلا بك أستاذ ناصر. طبعا اليوم عندما نتحدث اليوم عن يعني القطاع العقاري في مملكة البحرين وعن الأوضاع الراهنة فيما يتعلق بالقطاع العقاري، نجد بأن هناك طفرة، بأن هناك تقدما، بأن هناك تشريعات ومحفزة، وأيضا هناك الكثير يعني التعاون بين القطاع الخاص والقطاع الحكومي. طبعا هذه الجهود أو هذه الثمرات اليوم نتجت ورأيناها على الأرض من خلال استضافة مملكة البحرين لمعرض سيتيسكيب. ما أهمية هذا المعرض اليوم؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بداية أتقدم جزيل الشكر إلى سيدي حضرة صاحب الجلالة وسمو الأحد على المعرض، وأيضا على مركز المعارض الجديد. طبعا نعم. افتتاح مركز المعارض أمس اليوم إقامة معرض عقاري، معرض سيتيسكيب العالمي، هاي بروحها لها دلالات كبيرة عندنا. طبعا سيتيسكيب معرض عالمي مر على كل الدول، أول مرة تقوم في البحرين، وهذه فضل الله سبحانه وتعالى، فضل جهود حكومتنا وأيضا جهود اللي قام بها معالي الشيخ سلمان بن عبد الله رئيس مجلس إدارة مؤسسة التنظيم العقاري وسعادة الشيخ محمد بن خليفة لاستقطاب هذا المعرض إلى البحرين. وإذا وجود هذا المعرض في البحرين هو دلالات كبيرة بالنسبة لنا إحنا أن القطاع العقاري فعلا قطاع مهم جدا وقطاع جذاب أيضا، وقطاع يمكن من القطاعات المهمة أو ثلاث قطاعات المهمة في الاقتصاد البحريني. نعرف إحنا على مر السنوات الماضية يمكن فترة كورونا إقامة المعرض نفسه هي تعتبر فترة تعافي بالنسبة لنا، والتعافي الاقتصادي اللي كانت النادي فيها دي إقامة المعرض العقاري هي بمثابة خلينا نقول انتصار على ما كنا إحنا فترة الكورونا صار فيها دي. أنا أعتبر المعرض العقاري مع المنتجات الموجود فيها يمكن بالعقارات الموجودة سواء سكنية واستثمارية شقق حتى برنامج مزايا بإمكان الحصول عليه فيها دي، مع وجود الكم الهائل المعروضات اللي يمكن تفوق نعم. 900 مليون دينار بحريني موجود في المعرض العقاري نعم. هي فرصة بالنسبة للمواطن، بالنسبة للمستثمر، بالنسبة حتى للخليجيين تواجد هذه المعرض والاطلاع على أبرز المشاريع العقارية المميزة. اليوم في بعض المشاريع مميزة طرحت لأول مرة من خلال هذا المعرض. ما هي هذه المشاريع وما أهمية هذه المشاريع؟ أهمية هذه المشاريع تتلخص أن إحنا بدينا في خطة عمل مرة ثانية إلى الواجهة العقارية بعد فترة خلينا نقول 4 سنوات وفترة كورونا، رجعنا إلى الواجهة العقارية في البحرين. نعم. أهميته تتلوث أن التداول العقاري في البحرين تتجاوز إن شاء الله إحنا في عام 2022 حاجز المليار، بعد ما كنا في فترة قبل كورونا أو فترة كورونا 700 مليون إلى 800 مليون دينار بحريني، فأهميته تتجاوز حاجز المليار. المعارض نفسها أو المنتجات الموجودة في هذه تهم حتى المواطن البسيط في هذه، فالمعرض اليوم خلينا نقول إضافة مميزة لخارطة البحرين الاقتصادية على مستوى العالم فيها. نعم، اليوم المستثمر عندما يأتي إلى مملكة البحرين ويرى بأن هناك معرض يعنى بالعقار وأن هناك الكثير من المشروعات وهناك الكثير من الشركات حتى العالمية صحيح. تساهم وتشارك في هذا المعرض، كيف يمكن أن يقرأ نجاح مملكة البحرين أو وضع العقار في مملكة البحرين؟ احنا الحمد لله يعني طوال فترة يمكن 20 سنة الماضية كنا ناجحين في الاستثمار العقاري وكنا أيضا مميزين في الاستثمار العقاري بالقوانين والتشريعات نعم. مملكة البحرين يمكن تعتبر من أهم أو من أكثر الدول اللي شرعت القوانين العقارية سواء بالنسبة للمستثمر الأجنبي أو للمستثمر الخليجي. هذه النقطة اللي أثرت فيها لي يمكن اليوم نقول المستثمر سواء كان بحريني أو خليجي راح يجد ما يناسبه من المنتجات العقارية. المنتجات العقارية المميزة في البحرين عندنا منتجات عقارية مميزة على البحر، وهذه يميز نعم. يعني خلينا نقول جانب مهم طبيعة الجغرافية فأنت لما تيجي اليوم تحصل لك عقار موجود على البحر في مختلف المناطق في البحرين. عندنا ما نذكر المشاريع نفسها على أساس احنا ما نقول نذكر مشروع على مشروع يزعلون نعم. لكن عندنا مشاريع في محافظة المحرق، مشاريع في أيضا في المنطقة الجنوبية، وأيضا مشاريع في العاصمة. كل هالمناطق دي في مشاريع مميزة يمكن المستثمر ويمكن للشخص للفرد وللعائلة الحصول عليها في ذي المناطق في هذه. احنا يمكن ما يميزنا احنا دائما نكرر ترى تشريعاتنا وقوانيننا تعتبر صمام أمان بالنسبة للمستثمر نعم. الوثيقة وحقوق الملكية صمام أمان بالنسبة للمستثمر، فالمستثمر دائما الخليجيين يقول احنا ماينين نشتري في البحرين نحصل
الأمن والأمان وأيضا أمن الملكية العقارية، فهذه ميزة فيها. هناك تشريعات تضمن حقوق المستهلك يعني من يتملك العقار في مملكة البحرين، وهذا ما يعني يجعل مملكة البحرين يعني مناخ يعني المناخ في مملكة البحرين، ويعني تجذب المستثمرين إليها لتملك العقارات في مملكة البحرين. مناخ آمن ومناخ أيضا مستدام في هذه، فهذه أهم تنمية مستدامة. نعم. الأستاذ ناصر الأهلي، عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال البحرينية، رئيس مجلس العقار بالجمعية، شكرا جزيلا لك. شكرا.